ديسكات الفرامل باين مخرمة بالعرض الكروس دريلد، هذه عشان يعني زي ما قلت والكليبرات الفرامل جاية مرة كبيرة من هنا لهنا، أخذ تقريبا أخذ مساحة يمكن حوالي 30% من مقاس الديسك من منطقة واحدة. الكفرات بريل بي زيرو مقاس 18x255x40% ار 18. ف الديسكات الورانية ما هي كروس دريل بس كبير حجمها لأنه اللي قدام كبيرة جدا، فأكثر من أكثر من كفاية على السيارة دي. سيارة رائعة وسيارة بصراحة جميلة جدا، واستمتعت جدا اليوم في سواقتها، واتمنى إن شاء الله يكون لنا تجارب ثانية كثير. هذه السي 500 بالشكل ده، نجل السي 63 ايش حتسوي؟ فإن شاء الله حيكون لنا لقاء ثاني معهم.